صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير. المهم البنات، خاص باش نتسخر وبغيت نديكم معايا لواحد البلاصه اللي هي صراحه زوينه، فيها غير المغاربه، ماشي غير المغاربه مخلطه، ولكن فيها المغاربه بالنسبه للناس كي بغاو يتقدموا عند المغاربه ولا شي. خليكم معايا حتى نهبطوا نوريكم. من هنا البنات كتبدا هوكس، هاد البلاصه كيعطوا لها هوكس، كاين فيها المغاربه كي كتشوفوا داك السيترون مارك هذاك راه مغربي حال تما. وهاد البلاصه بقات قديمه، يعني ملي وقع داك الشيء ديال الحرب العالميه بقات ما طاحتش هاد البلاصه. فرانكفورت تقريبا كلها جديده، ولكن شي بلايص بقاو فيها قدام اللي مرابوش. المهم هادي بقات، وهنايا كاينه يعني كيتجمعوا كاع الاجانب اللي كيجيو ما كيعرفوا فين يمشيو، كيجمعوا في هاد البلاصه لان شوف الحانوت المغربي كيجمعوا في هاد البلاصه، حيت هاد البلاصه فيها شويه المغاربه، فيها الترك، فيها يعني اللي تعرف كيجي لهنايا باش كيوريو شويه الطريق. المهم قطعوا الشنطي فين كتباعو الحوايج، فيها لي دروكري ديال المكياج وداك الشيء، فيها كلشي، القهاوي إلا بغيتو هكا تخرجو وليداتكم شي حاجة. هادي هاد الشارع كامل من هنا حتى للراس، هذا كل جارتي راه قدامي من هنا حتى للراس كله شارع واحد، وفيه الحوانات وفيه كلشي. وخويا كيقولكم كاين فيه المغاربة شوية، يعني مخلطة. هنا واحد الأفغاني كيبيع داكشي مزيان، هانتوما معايا. هذا ريستورا زوينة، دابا راه خاوية هاد البلاصة البنات، حيتاش مع كورونا وداكشي بزاف المحلات اللي شادين. بحال هنايا كاين هذا، فيه تيدي وفيه كيكو، في شي محل تماك ديال الحوايج تا هو شاد، فولفورت اللي شاد،
مهم انا غادي ندخل للدائم خصني نشد الصف وفي الراس لهي غنوريكم في الراس لهي كاين واحد المغربي وواحد الكيوسك بحال الناس هكا اللي كتكون تالفه ولا باغيه تسول شي حاجه تقدر تمشي عنده وتما كنيت كاين اللي كيبغي يصيفط الفلوس للمغرب اللي كيبغي يقطع الطياره اللي كيبغي يدير شي حاجه كيمشي عنده راه الى بان لكم عنده ويستر عنده غيا عنده بزاف ديال الحاجات الصراحه بالنسبه للناس اللي يعني في المغاربه خدامين الا جا شي حد هنا وما كانش عارف وداكشي يقدر يمشي تماك يسول كاينين تما الدراري كيكونوا ظريفين كيعطيو الوقت لواحد وصافي هادي هي هيكس شويه غادي نمشي دابا نمشي للدي ام ومن بعد نمشيو عند المغربي الا بانت لي شي حاجه غادي نشاركها معكم خليكم معايا شوفي انا جيت عند المغاربه هنا كيحطوا خضر وداكشي صراحه غير داكشي زوين ولكن الاثمنه غاليه شوفوا الفول فول زوين كاين دلاح هنا الديسير شحال هادي مهم دلاح اللي كيبغي دلاح كلشي كاين كلشي موجود انا غندخل لداخل المهم البنات هنايا دخلنا لداخل وصراحه كانت المحل عامره بزاف لان دابا رمضان المغاربه كيبغيو يتقداو داكشي ديال رمضان وهما عندهم تقريبا كلشي شوفوا هنايا كاين مزهر كاين ماورد كاين مطيش هاد الحكايشه كاين هنايا الجهه ديال الفورس وداكشي ديال الورقه وهذا كاين هنايا جميع الانواع ديال البودينغ وكاين حتى الكراميل وكاين فلون كاين كلشي وهنا كاين كاوكاو اللوز المسكه الحره اي حاجه بغيتو زعما على حساب الحلوه راه تلقاوها عنده كاين الشكلاط ديال بحال المغرب حتى هو كاين وهنا كاين رايبي اللي كيبغي كلشي كاين الميلفاي كاين عنده الرايب عنده دانونات عنده كيري لافاش كيري وهنا كاين السمن كانت سولاتني عليه واحد المغربيه هو راه كاين عنده بثلاثة اورو هاد العليبه صراحه زويونه وكاين حتى الورقه عندهم ديال المغرب عندهم اي حاجه وصافي انا خديت هنا الميلفاي وخديت شي لعيبات اخرين ومشيت للاكاس كي كتشوفوا هنايا راني واقفه كنتسنى النوبه ديالي صراحه محل زوين ما لقيتش كنصور كلشي بالتدقيق حيت كان عامر ولكن راه عنده اي حاجه قلبتوا عليها راه كاين في هوكس في فرون بوان ديال هوكس غتلقاوها تما نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجباتكم ما تنساوش لي لايك وما تنساوش ان شاء الله الى عجباتكم القناه تشاركوا معنا وخليتكم على خير باي باي.